وأمهلنا لمدة أسبوعين. جه يوم الاثنين، كانت المليونية يوم الجمعة، يوم الاثنين الدكتور علي السلمي. انا مش عايز اتكلم في دكتور علي السلمي، دكتور يحيى جمل تاني. دي يعني احنا اللي قدام. بص يا دكتور محمود، فات ما فات وضاع ما ضاع، احنا عايزين نكسب اللي جاي. يعني يعني ده 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 مش تململ اعلامي، انما الناس الناس كمان. اتفضل. عايز اقول لحضرتك ايوه المجلس ده من الممكن انه يبقى مقبول لو انه المجلس الاعلى للقوات المسلحه بدد مخاوفنا من التصريحات اللي قالها السيد اللواء مختار الملا والسيد اللواء ممدوح شاهين. لو قال ان الكلام اللي اتقال ده غلط تماما لا يمثلنا، نحن في هذا المجلس الاستشاري لن نحدد. طب ما ده لا معايير. ما تفهمتش، مش طلع بيان البيان موجود على موقع المجلس العسكري؟ قال ايه فيه؟ متقال فيه كلام ده؟ ان تصريحات اللواء مختار الملا هي تصريحات تعبر عن موقف شخصي ولا تعبر عن موقف المجلس العسكري، والتصريح كان واضح وصريح. خلاص كده، ولن لن نحدد لا معايير اختيار اللجنه التاسيسيه، ولن نضع مبادئ دستوريه سواء حاكمه، ولن نلزم بها احدا. لو ان الكلام ده اتقال يبقى كده كده اطمننا. اتقال يا فندم، واتقال للدكتور محمد مرسي في هذه المكالمه بالاساس. يعني هي لم تكن مطروحه. يعني انا بقول لك هي. خلينا ناخد فاصل، خلينا ناخد فاصل ونرجع تاني. حتى الان المنشور في الصحف اليوم كل الكلام بيتقال ضده، يعني كل يعني